صباح مرحبا استاذ السلام اشرف المنصرين. كان اليوم لقاء ديالنا التواصلي بين رجال الامن والمجتمع المدني، وحكينا بزاف نتاع النقاط اللي تكلمنا عليهم وحديناهم. مثلا تكلمنا على تقويه العناصر في دائره حي الوفاق 18، زدونا كاينه قله الموظفين في دائره 18 يعني السكينه كثرت. وتكلمنا على السيد الرئيس المنطقه على الدوريه قربه المدارس، الدوريه ديال الموتور قربه المدارس، وتكلمنا وطلبناه في قربه الضحيه ديال حي السكينه منطقه سخراء اللي كتواجد فيها الكريساج قرب لاله سكينه وحي السيد الهادي وحي القراويين. وتكلمنا ايضا عليه على المنازل الضعيره اللي كتواجد عندنا في المنطقه ديال الضحى وكتواجد في عده مناطق. وتكلمنا اصلا على النقطه ديال حسن استقبال المواطن مع رجال السلطه. وشكرا، شكرا لفاس نيوز الكريمه السخاري مفتاح في استسقي. السلام عليكم، شكرا لهذا اللقاء التواصلي مع عميد الشرطه، واللي الحمد لله كانت النقط ديال الاساسيه كلها طرحناها، وكانت الامور الحمد لله كلها دازت بسلام، والمشاكل ديال المجتمع المدني كانت كلها طرحت، وهذه المساله كلها كتمس الساكنه ديال زواغه بن سودا. وعلى كل حال الحمد لله كنشكروا هاد الجميع اللي حضر ديال الجمعيات، ما فيهم اللي كيقوموا في مقام الجمعيات الساكنه ديال زواغه المرجى بن سودا الحمد لله. وكنشكروا حتى الحمد لله حتى اللقاء التواصل اللي كنا مع السيد عميد الشرطه، حتى هو انسان في المستوى، ودرنا الحمد لله في الجلسه القيمه بزاف المشاكل الاساسيه، وكان الحمد لله كانت مطرح. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد العلي بوشير رئيس مجلس الآباء وأولياء التلاميذ الإعدادية طنون الخطاب، وعضو رابط جمعية الآباء وأولياء التلاميذ لشهادة فاس بنيان. كنشكر السيد رئيس المنطقة ديال المنشدة اللي صدقنا، والصراحة وكان حسن الاستقبال، وطرحنا له بزاف ديال المشاكل والمعاناة اللي كنعانيو بها من ناحية الإعدادية على جهة زواغة. إذا قلنا زواغة راه كنشدو فيها المعجة والسودة وكل الأحياء، وكنشكروه المهم نطلب الله يوفق لنا فيها الخير. كنشكر السيد رشيد رشيد رئيس جمعيه شباب الملك على هذا الاستضافه، واللي كان الفضل ليه هو اللي جمعنا، والحمد لله ونطلب الله يوفق لي فيه الخير، نكونوا كاملين ان شاء الله على يد على يد. وشكرا. السلام عليكم، تشكروا الحضور الاخوان جميعا ديال الناس العمل الجماعي ككل، تنصرف سيادتي انا سميتي السي محمد المفيد رئيس جمعيه اهل فاس للسمك والتجار بالجمله لجهه فاس بولبان. كان يوم لقاءنا بالاخوان، اليوم لقاء طيب فيه فكر ديال النقاش الصالح العام الامور اللي تتعلق بالامن، وعندنا الحمد لله لقاء كان في المستوى، وهضرنا على بعض النقاط اللي هي مهمه بالنسبه لحمايه المواطنين، وبالنسبه لنا حنا المجتمع المدني الحمد لله حتى حنا جزء من الناس ديال اليوم الامنيين، حنا تنتامنوا على نفسنا وتنطلبوا الاعانه ديال الامن باش نكونوا في مستوى، كنا الحمد لله متوافقين على الخير. وطلبنا بعض النقاط على حساب بالنسبه للمنطقه ديال سوق الجمله ديال السوداء، كان فيه بعض النقص الامني بالنسبه للدراجين، طلبنا الدوريه ديال الامن اللي غتزاد تما باش تكون الحمايه ديال المواطنين، لان كان سابقا عده ناس كانت تسبقت تما الكريساج وداو لهم رزقهم. دابا الحمد لله الامن نسبيا كاين، زعما مفرى الامور نسبيا مزيان، وغادي ان شاء الله تكون الامور تحسن. وشكرا للجميع. اولا كنشكروا السيد الرئيس على الاستقبال ديالو الحرق، وهذا لا يعبر ما يعبر الا على حساب التوجهات ديال السي الوالي الامن والسي الوالي اللي كنشكروه مع المناسبه، لان جابنا احسن راي بالنسبه للمنطقه، كيبغي الاستقبالات الدعم الشخصي ديالو بناء ليل نهار، لان هذا اللي كنلمسو، هذه هي سياسه القرب اللي خصنا كمجتمع مدني اللي كتعبرنا باش حنا نخدمو. النقطه الثانيه كاين بالنسبه للسي كاين بالنسبه لواحد النقص اللي كنطلبوه من السي الوالي، بالنسبه للسي الوالي الامن يعطي الدعم، لان الدعم غير كافي بالنسبه للمنطقه، لان المنطقه كاشخاص كيديروا مجهود واكثر ليل نهار، تلقى رئيس منطقه يقول لك انا نضحي معاك ليل نهار الا كيزيدنا دعم بالنسبه كمجتمع مدني. احنا اللي كنطلبوا من السي الوالي الامن هو يعطينا دعم لمنطقه كبيره، لان فيها خصاص خصو الدعم، لان يد واحده لا تصفق. بهذه المناسبه كنشكروا على الاستقبال، وكنشكروا الاخوان المجتمع المدني والجمعيات،
وفاس اليوز على الاستضافة والتضحية، وهذا هو ما كنطلبوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكروا فاس اليوز على الحضور ديالها في عين المكان اللي ربما تبعت الخطوات ديال المجتمع المدني، اللي ربما كانت زيارة اللي فتح لنا الباب رئيس المنطقة الرابعة. غير من المفهوم اللي فهمنا احنا فعلا كاين نقص في رجال الأمن، نقص كبير، وتنتمنى والله لان حتى حنا عندنا نقص كمجتمع مدني من اجل تاطير المواطن، من اجل يعرف ما عليه وكي تيقول واحد المثل ما عليه وما علينا. وشكرا، تنتمنى التوفيق للجميع كفعاليه جمعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر فاسنيز على الاستضافه ديال هذا اللقاء، كنشكر المنطقه الرابعه على الاستضافه ديالها. ما كنتكلموا على المسائل الاجراميه اللي كاينه في المنطقه، يعني مثلا بالنسبه للامن المجهود الكافي ديالو ما كانش فيه ديال الاقل، ان خاص شويه ديال الاعانات ديال الخاصه ديال الامن. واللي بوان اللي عندنا هنا في المنطقه هما بعض المدارس والباترول اللي دائما كيوزع لنا الامور هنايا للمنطقه، هو اللي دير لنا هذه المشاكل هذه بالنسبه للاجرام، وكيوقعوا المشاكل الكبيره. وكنشكروا الامن على المجهود ديالو اللي كيقوم به، وكنتمنى باش يزيد القدام ان شاء الله. شكرا.